بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للدفء بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير طبعا على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس، خصوصا ان في تباين ملاحظينه في الايام دي من ارتفاع لانخفاض. بالفعل يمكن احنا خلال الايام الماضيه كان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، من امس بدانا نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وكان الانخفاض ده بحوالي 10 درجات عن الايام الماضيه، وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى بالامس 22 درجه مئويه. اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحراره، يمكن كمان هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره عن امس، فالعظمى اليوم متوقعه تكون 21 درجه مئويه فتره النهار، رجعنا تاني للاجواء الشتويه، وده بسبب تاثرنا بكتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كتل هوائيه شماليه، كمان وجود امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس وتحد من تاثير اشعه الشمس خلال فتره النهار، فبالتالي بيساعد المنخفض الجوي على يعني انخفاض درجات الحراره فتره النهار، واحساسنا بالاجواء الشتويه المعتدله الى مائله للدفء خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد، وايضا سواحلنا الشماليه، اجواء من مائله للحراره الحاره فتره النهار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. طيب الحاله دي مستمره معانا لحد امتى؟ هو انخفاض درجات الحراره متوقع لنهايه الاسبوع يكون معانا بمعدلات من 21 ل 23 درجه مئويه، ممكن كمان مع يوم الجمعه والسبت الجايين يكون في ارتفاع طفيف، لكن طبعا مش زي الايام اللي قبل كده، هتكون ما بين 26 25 درجه مئويه، فهتكون ارتفاعات طفيفه خلال فتره النهار، فمتوقع معانا انخفاض درجات الحراره ان شاء الله خلال الايام القادمه الى بدايات الاسبوع المقبل ان شاء الله. ناكد كمان ان فترات الليل الاجواء الشتويه عادت فيها بشكل كبير، خاصة ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، الصغرى فترة الليل ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية، بنحس تاني بالأجواء ما بين باردة إلى شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية. الظاهرة الجوية المؤثرة معانا بشكل كبير يمكن كانت اليوم ومتوقع خلال الأيام القادمة هو تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا في بعض المناطق فترة الصباح الباكر. فرص الأمطار بتكون خفيفة جدا وغير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بتنحصر في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، بعض المناطق كمان من حلايب وشلاتين، لكن نسب الحدوث لا تتجاوز 30%. بصفة عامة الأجواء مستقرة وشتوية معتدلة فترة النهار، يعني باردة إلى شديدة البرودة فترات الليل، لكن الفترة دي بتكون فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض، فترة انتقالية بين فصل الشتاء وفصل الربيع، فدايما فيها تغيرات جوية حادة وسريعة. فرص الامطار والاجواء الشتويه لم تنتهي، فبلاش بشكل كبير نخفف الملابس، او بلاش نخفف الملابس خاصه فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، حتى لو خففنا فتره النهار يكون معانا جاكيت لفترات الليل، بالاضافه كمان تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق مع اي ظاهره ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، ولازم المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان زي ما بناكد في تقلبات جويه وفي يعني وبتكون التقلبات الجويه دي حاده وسريعه، فمهم جدا يوميا نتابع النشره الجويه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره العظمى فيها 21 والصغرى 11، العاصمه الاداريه 21/10، اسكندريه 21/12، العلمين الجديده 20/12، مطروح 19/11، دمياط 20/14، بورسعيد 21/13، الاسماعيليه 22/11. هنروح للسويس العظمى فيها 22 والصغرى 12، العريش 20/11، كاترين 18/6، طابة 22/12، حلايب 26/17، شلاتين 29/16، شرم الشيخ 27/16، الغردقة 26/15.
الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 11، بني سويف 23 10، الوادي الجديد 28 12، كمان أسيوط العظمى فيها 24 والصغرى 11، سوهاج 26 12، قنا 30 13، الأقصر 31 14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 15. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان دي توصيات هيئة الأرصاد الجوية. الجو فيه تقلبات حادة كبيرة، في ارتفاع كبير بيحصل في درجات الحرارة وانخفاض كمان ممكن يحصل. الظاهرة الجوية اللي موجودة عندنا النهاردة هي الشبورة، علشان كده القيادة بهدوء تام ونلتزم بالتعليمات المرورية عشان تحافظوا على سلامتكم، وكمان ما نخففش هدومنا مهما كانت درجة الحرارة بترتفع، لأنها بتنخفض بالليل متأخر بشكل كبير. مرة تانية هنرجع لجمانة ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. نشكرك يا رمية، شكرا جزيلا.